الحادث في سوريا في يوم 4/8، قتل المغدور أثناء دخوله إلى برجرمانة، الأجر هناك وطبوا عليه بالأربعة أو بالخمسة الفجر، قتلوه على مود المال. ما عنده لا قضية إرهاب، لا عنده قضية عواج، لا عنده قضية مشكلة، فقتل لهذا السبب. فأنا أطالب سيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأطالب سيد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وأطالب وزير الداخلية عثمان الغانمي، أطالبهم بحق دم أخي، وأريدهم يطلعون دم أخويا. أنا ربيت يتيم وأولاده ظلوا أيتام، على مود المادة سرقوه وقتلوه بعجوه بالسكاكي 18 طعنة أو 20 طعنة، يعني عدة طعنات بصدره وبظهره وبراسه. نطالب بالتحقيق، وقامت دعوة من قبل الوزارة الخارجية العراقية باتصال بوزارة الخارجية السورية وإعلامنا بأحداث الموقع ومن هم القتلة وبيانهم.